لجنة السباحة والسباحين القدام، وكان الاتحاد عمل ابتدى شوية يفكر في الموضوع الأساتذة، فاتصلوا بيا أياميها، كان الله يرحمه الدكتور فتحي الجندي، كان هو ابتدى هو اللي في الاتحاد، فكلمني وقال لي مش عايزة تيجي تجربي تنزلي سباقات، في التجارب يوم كذا، تحبي تيجي تجربي؟ قلت له ماشي أجرب، أنا عارفة إني مش هعمل حاجة بس أجي أجرب، ليه ما أجربش يعني. فجربت، والحقيقة عملت، لقيت نفسي عملت كلها أرقام. لأن حضرتك ما بطلتيش سباحة طول الوقت، حضرتك بتعملي ده بس بشكل شخصي. بس مش بتمرن التمرين اللي مش يوميا الواحد يعني. مش السباحة يعني. تمرين لعب يعني، كله حاجات شخصية كده. ما تخيلتش إنه برضو الواحد لسه فيه الطاقة إنه يقدر يعمل الكلام. كان عند حضرتك كام سنة ساعتها يا دكتور؟ كنت سنة ساعتها كنت خمسة سنة 2000 لا 2000 كنت 2004 كنت 55 يعني كنت 51 سنة. كنت 51 سنة. احنا بنسأل براحتنا، انا عارف محدش يسأل ست على سنها. لا لا خالص، بس انا عارف ان حضرتك لا كنت يعني لا 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 ده السن ده كشفت كل حاجة. لا من غير البطولة، انا الحقيقة عندي اقتناع كامل ان الواحد ما ينفعش ان انا اصغر نفسي. اللي بيصغر نفسه ده اللي هو فقد شيء كان نفسه يعمله في السن ده، انما الحمد لله ما دام في كل سن انت عشت سنك ما انتش مفتقد شيء نفسك انك لسه تعمله. طب ايه المشكله ان انا اقول عندي 70 سنه؟ انا تميت 71 سنه دلوقتي والحمد لله سعيده بنفسي، يعني ما بقولش يا ريتني كنت 60، بل بالعكس بقول يا رب يا رب يديني الصحه ما اوصل ل80، بس المهم بصحه يعني مش يعني عايزه. طبعا يا دكتور هو ده اللي الواحد بيفكر فيها. يعني السن ده، فانا لما عملت التجارب دي سنه 2002 لا كنت 2 وكنت 53 سنه بالظبط. فبس الحقيقه حصل ظروف، وكانوا مسافرين بطوله العالم كانت سنتها في نيوزيلندا، والاتحاد يمكن هي المره الوحيده اللي تحمل قال ان هو هيطلع فريق اساتذه من مصر على حسابه. يعني حضرتك الاتحاد دلوقتي اللي بيطلع على حسابه، حضرتك بتقولي دي المره الوحيده اللي طلع على احنا بنطلع على حسابنا. الاتحاد ما بيساهمنا ما بيساهمش باي شيء. الاتحاد المصري للسباحه لا يساهم باي شيء للاسف نهائي تحت اي مبرر يا فندم. لا والله يساله يسال، بس انا مقتنع ان ده صح يعني. الميزانيه ما هياش الحاجه، الميزانيه الاتحادات وكلام ما هياش حاجه ضخمه جدا جدا. لو انا عندي ميزانيه يبقى احسن اعمل اصرفها على الصغيرين، الناس الكبار المفروض ان هم يعني يقدروا اكتر من الصغيرين، الصغيرين لسه المستقبل طويل قدامهم، فالكبار والله يعني مفروض ان هم يحاولوا يعني يساعدوا في السفريات يعني. طيب كده حضرتك رحتي اول مره وكان يعني ايه بقى الاخبار؟ لا دي اول مره الحقيقه حصل ظرف وما رحتش. ما رحتش ساعتها، وقلت لا 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 انا خلاص مش جيت 2004 دي بقى الحقيقه رحت، ربنا سهلها ورحت. ما كنتش متخيله ان انا اسيب البيت ولا اني اسافر عشان اروح العب، ما كانش لسه برضو يعني شايفه انه في برضو مسؤوليات اسريه ولاد انا اسافر والجامعه وبعدين يعني حضرتك فأسافر. عندك طلبه بقى عندي طلبه وعندي شغلي الخاص ويعني الحمد لله الواحد كان عنده مستشفى وبنشتغل يعني، فعندي شغل كتير، ولقيت انها حاجه شويه دلع ان انا اسافر عشان العب بس. ف 2004 قلت طب ما انا اجرب ويلا ربنا هيسهلها، وسافرت الحقيقه، ودي كانت اول مره اشترك دوليا وانا اسافر الاساتذه، والحمد لله يعني انجزت فيها، رحت اشتركت في 4 سباقات وحصلت على 3 ميداليات. فالحقيقه شجعتني جدا، مش الميداليات اللي شجعتني بصراحه، اللي شجعني المكان والجو العام بتاع البطوله.